أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، حصتكم اليومية راب نيوز راها بدات. حلقة اليوم نحكو فيها على المالية، على التقشف والخلل في الميزانية، على السوق السوداء والعملة الجزائرية، وكيفاش العملة الصعبة تتبدل غيب السرية، على البترول والأزمة الاقتصادية، على اليد العميلة ومشاكل المديونية. البترول طاح والدينار جامي طلع، والشبيبة عند الحيط راها دايرة اجتماع. ابقوا معانا غادي نطرحوا مشكلة، حتى الوين تقول يا فصيلة، حتى الوين ما على باليش جاوب غينتا ما تسقسينيش، كلش باين راك تشوف شارا كاين، لا جيناس تضيعو هما يدو في الملاين، خزينة معمرة والشعب يعاني، لا جيناس مضمرة جنزيدك تاني، عند الحيط مسمرة لافونير مغبرة، بلي ديبلوم وفي بوطيرة حتى مقمرة، التخلف والتطرف زادونا التقشف، ومسؤولين ممتازين في سوء التصرف، سوء التسير حنا الولا في الاستيراد، والدولة في التصدير وما عدناش الاقتصاد. ماشي حالة فوطينا على المسائل باش يلقاونا الحلول من يديروا التحاليل، ماشي باش فوق الأزمة يزيدوا أزمة يزيدوا لينا فضلوا باش يخلص حارس المرمى. هذا الرأي الأول نزيدك رأيي أنا، الناس وصلت لقمر وما زلنا في الجيريكانا. تقدير تخلص بالدينار، وانا باغي نفهم شراك تدير بالدولار. انا نبيع قاع الحاجة اللي تنباع، في المجدة ندور الماء وفي الصيف نبيع الدلاع، وملي البترول والدينار دارو قلبا راني نبيع ونشري ونتاجر في العملة الصعبة. نورمال تلقى صراف انوار يبدل لك الدينار بالايرو ولا الدولار. راب نيوز جابت لنا مثال، اسمه معايا اخونا اللي عايش لهيه شاكال باش وي ميغري، عايش في الغربة كي ندخل البلاد نجيب معايا العملة صعبة، ماشي في البنكة نبدل الدولار برا خير ديفيرونس تاع 4000 دينار. سي نورمال الناس تتبع الفايدة، حتى انا ماذا بيا السومة الزايدة، كاين نقطة لازم نشيروا ليها، المواطن كي يسافر ويروح لهيها يعطوهم 150 دولار باش يحوس. 150 دولار باش يحوس، ياكل بيها ولا يشرب بيها ولا يرقد بيها، جو بريفير يقعد ويحمم بيها. سي بوغ سا الناس راها تشري اونوار، تشري السومة اللي تبغيها وتكفيها. اللي تكفيها هادي رانا عليها، عدنا في البلاد ما شبعوا ما زادوا فيها، الفلفويات يدو الحوت الكبير يدو، والمواطن يشوف بعينه ويضرب يدو. عذرا والان نولوا للموضوع، التقشف وشكون جاب الفكرة تاع المشروع، راه معانا اليوم مسؤول المالية، اي رد عليا ارخف الحزامة شوية. ما عجبكش القانون عندك مخالفة، ما تاكلش المقارون عندك مخالفة، طاح البترول والغاز ووقعت المحاسبة، طاح الدينار وطلعت العملة الصعبة. ما عجبتكش السياسة عندك مخالفة، احنا يا قاع بياسة عندك مخالفة. اسمح لي نقاطعك ما فهمت والو، ماشي من قبل كنت تقول ما داروا والو. سوء التسيير راه مضيع الاقتصاد، خسرنا الملايير بسبب الاستيراد، سياسة لونسياج في البلاد غادي تفشل، خسرنا ملايير وفي لاكاست والو ما دخل. انا نروح كيما العادة، الهربة تسلك ياو، كي تكون تاكل الحوت جي قطة وتدير مياو، تعطيها الحوت باسكو مسكينة تشفك، هادو نتا عطشان وهو يشرب ويدفك. من الدراهم والشيكات نروحو للشكايات، كيما عودناكم نسمعو حكايات، روك نشكي وبكي، لا عندك مشكل احكيه، رانا هنا باش نسمعوك خويا قول اللي تبغيه. ما عنديش مصروف نهار، ما عندي وي 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 ويش بويش نشري الدخان، وانا في ما وير بس يفريها.
فكرني الهوى المديرية سوي ست العظام يوم قوانية يا عنا ويا ست والآن في ركن قلبي وقلبك عند البوشي اللي عقله راه مبوشي واللي قلبه راه مدوشي تقدر تعبر ولا تقول ولا تبكي قاع لي سنتيمون لي في الكون فرحهم وارتاح نفليك سيا نعيط لك سي باجين سمسية نقرا لي كور دو سوار ونرسل لك ميساج بالفرنسية أنا بالميل سوا وانت يا بالجالاكسية انتي ترسي لي جو تمام وانا نقول لك كم وقوسية نتنرفو ونعود ونترانجو نخونا الجديد شهو ونديرو رونديفو لا بغاب لا فرمية المهم نديك تحوسية اللطوب لا حزامان معليش نخلص لبروسية ما عنديش الله غالب ما عنديش شباغي ندير ما عنديش ما عنديش ما عنديش الله غالب ما عنديش شباغي ندير ما عنديش ما عنديش أعزائي المشاهدين العادة تاع اليوم كمل نتمنى تكونوا قانعين واللي ما فهمش يجي يسأل على راب نيوز @gmail.com اعطونا رايكم حنا منكم وهذه حصتكم ايا وتشاو باي باي زيدوا تابعوا ما تنساوش في الاستفسارات رانا قارعوا الى اللقاء في عدد جديد ان شاء الله مع تحيات حصتكم راب نيوز